فاطمة معنا كشورة كنظام السلاحة كرام زيان الشرط السكنية وبكم جماعة مكعبة المشاريع اللي كانوا قدامنا هنا في البيت 29 مشروع اللي كانت الكلفة الإجمالية ديالهم 33 مليون فاصلة 26 وكانت المساهمة ديال الوكالة أكثر من 18 مليون. كما كتشوفوا أنا الحمد لله أنا المشاريع اللي تشوفوا كاع اللي سكتات كنتم تشوفوا بديو من القطاع ديال الماء الصالح للشرب دار كانوا كاين 6.5 مليون درهم اللي كانت عندي 6 مليون في البيت اللي منها داك ممكن لو بوان اللي كاين في التخله ديال فيدي اللي حاليا كتشرب منه دوزي كامله وكاين واحد البوان واحد اخر اللي كان دار في القصر ديال اتعمى ايضا كان الفلاحه اكزاكتومون اللي كانت فيه الشاطو لي بانو سولير ولا ديكسيون ديالو دونك الفلاحة تاني كانوا عندنا ساقيات كانوا دارو فيهم ساقيات وكانوا دي بيس اغريكولتور هما كانوا دارو دونك الانعاش الاقتصادي كان فيه 2.5 مليون ديال الدرهم اللي كان فيه واحد السونتر كوميرسيال في دي مدارس عامية وكان فيه دي زومبالاج اللي كيتعطاو للفلاحة باش يديرو التمر ديالهم ويديرو بيهم دونك ايضا ننتقلو للبيئة البيئة كان عندنا واحد جوج ديال البروجي كبار هنايا في دي اللي فيهم لاسبيب باش ندير لا تريتمون ديال لي زون يزيد اللي كاينين هنا في الفيدي ماشي كاين عاوتاني بيان سور راهم اون رياليزاسيون وبروشامون غادي ندير واحد لا ريونيو مع لا راديو باش يشوفو وكاين الكومبوستاج داكور وكملو السياحة دونك السياحة كاين 3.3 مليون درهم اللي فيها دوز البروجي الاخرين دونك اللي فيها هذا البروجي تاع مشروع تاع تثمين الترابي الطبيعي اللي بعد القصور بواحد في بي دونك الا كتلاحظوا هنا المنظر كاين ما بين القصر ولا البالميري دونك كاين غادي يكون هنا لو بوين اللي غادي يتاميناجو داكور دونك لي ماكيت دونك لو كو جلوبال دو بروجي فيه 1.5 مليون اللي فيه دو سيت السيت الاولاني ديال الحمام التحتاني اللي توتاي هو اللي كاين هنايا وكاين السيت الثاني ديال قصر زناقه الكوداس اكزاكتومون دونك هادو لي ماكات هذا سيستيم دونك كما كتعرفوا انا في بيت داخله في بارمي الباتريمون ديال اليونسكو دونك ديما معترف به عالميا دونك اللائحه الاشهاديه دابا اكزاكتومون سيفان دونك لي ماكات دونك ان شاء الله كي غادي يولي سيت دونك هذا بور هذا القصر التحتاني داكور وبالنسبه للايكوداس ما تحتناش الفرصه باش نزوروه دونك هي لا سيتياسيون اكتويل ديالو وان شاء الله كي غادي يولي دونك نحاولوا نعطيو انطلاقه ان شاء الله للمشروع
لتحت دابا تحت هنايا تحت الارضيه هو داك النظام ديال الري القديم وراه بفضل داك النظام الري دابا في الكيكرات كيفاش حتى كتراب زراعي عالمي واهميه عالميه هذاك السيستم ديال الريغاسيون تقريبا كل القصر عنده السيستم ديال هذا راسي جوست هو هذا راسي صح.